وينضم معنا من لوسيرن في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني، رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عزيز. بداية، شبكة حقوق الإنسان في ميانمار تقول إن على جيش ميانمار تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار. ما الذي يمنع ذلك؟ وما الذي دفع الجيش إلى تصعيد هجماته؟ نعم، كما تفضلتم، نعم، وقف إطلاق النار هنا يعني الروهينجا ليس طرف فيه. يعني الروهينجا يعني لا يحملون السلاح ولا يحاربون الحكومة البورمية، وإنما هناك الآن في داخل أراكان مجموعات بوذية الآن حملت السلاح ضد الحكومة البورمية، وطبعا هي أيضا ببركة من الاستخبارات البورمية، ويعني لتقدم للعالم أن هناك صراعا يعني إرقيا داخل بورما. وهناك جيش يسمى جيش أراكان، وهذا الجيش الآن يعني قوامه 8000 جندي تقريبا، وهذا الجيش أقامته الاستخبارات البورمية، واللي يطالب الآن وقت إطلاق النار مع هذه الجماعة، وإنما روهينجا ليس طرف فيه. فالحكومة البورمية تريد أن تبقي على هذا الوضع يعني المضطرب، حتى تبرر للعالم أن الأرض أراكان ليست مهيئة يعني لإعادة الروهينجيين إلى دورهم إلى قراهم ومدنهم، وهذا هو المقصد بالأخير. نعم. طيب، إذا كان الجيش هو الذي يملك وقف النار أو الاستمرار به، ما يحمي مسلمي روهينجا إذن؟ وما الذي يمنع تدخلا أمميا لوقف إطلاق النار هناك؟ لا، أنا كما ذكرت الآن الروهينجا يعني غير معني بهذا الوقف أو بهذه المطالبات، وإنما هو يعني إيجاد أزمة في أرض أراكان موطن الروهينجا، حتى يعني تبرر الحكومة البورمية للمجتمع الدولي أن الأرض الآن هي أرض اضطرابات، هناك يعني هناك قتال، وبالتالي لا يمكن عودة الروهينجا إلى هناك، وليس هناك ما يمنع، وإنما فقط يعني إبقاء الوضع يعني متأزم دائما، فهذا القصد للحكومة البورمية. فيعني كما ذكرنا أن الحكومة البورمية عندما يعني أخرجت مئات الآلاف من الروهينجا إلى خارج أراكان وإلى بنغلاديش المخيمات، كانت تستهدف يعني هذه المرحلة، وصول إلى هذه المرحلة حتى يعني تبرر للعالم أنه لا يمكن. طيب، يعني عودة الروهينجا إلى ديارهم. ماذا عن ملف محاسبة الجنرالات المتورطين في جرائم الإبادة لمسلمي الروهينجا؟ ماذا عن جدية واشنطن في هذا الصدد؟ نعم، هناك أصوات خافتة من هنا وهناك، حتى يعني محكمة الجنايات الدولية يعني في البداية يعني تحمست لهذه القضية، ثم يعني الآن صوتها أصبح يعني خافت جدا، وكما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا لم تكن جادة في هذا الملف، لذلك الحكومة البورمية لا تلتفت إلى هذه الأصوات الخافتة من هنا وهناك، لذلك وهي مرتاحة يعني مرتاحة استنادا إلى الموقفين الروسي والصيني في محافل الدولية. فإذا لم تدفع هذا الملف إلى مجلس الأمن، فليس هناك يعني هناك مستوى ممكن محاسبة الحكومة البورمية من أي طرف كان. فمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أيضا أدانت وطالبت باستمرار، ولكن صوت مجلس حقوق الإنسان ضايع، ليس هناك جدية في هذا الملف البتة. نعم. يعني بالتوازي مع ذلك، هل يمكن القول أن لاجئي الروهينجا في ميانمار بمأمن ويتوفر لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش في الوقت الذي تقول فيه الأمم المتحدة أن بنغلاديش لا تستطيع وحدها حل أزمة الروهينجا؟ نعم، العكس. الآن اللاجئون في المخيمات داخل بنغلاديش في وضع يعني مزري جدا. الآن المجتمع الدولي في البداية يعني تحمس لإيصال الإغاثات ويعني وإمدادهم بالاحتياجات الإنسانية الأساسية، والآن مع مرور الأيام والشهور أصبح الآن هناك نوع من التشبه. الآن يعني المنظمات الإغاثية التي كانت حاضرة هناك كثير منها الآن انسحبت، والآن يعني أصبح يعني عبء ثقيل على الحكومة البنغالية،
لذلك الحكومة البنغالية بدأت تتذمر من وجود هذا العدد، والمجتمع الدولي يعني تنادي من خلال منظماتها يعني الإغاثية يعني لعدم يعني وجود الميزانيات لتوفير الغذاء والمؤن والدواء لهذا العدد الهائل من الناس. والحكومة البنغالية يعني نعم الحكومة البنغالية الآن يعني تحاول التخفيف من هذا العبء، فالآن هناك محاولات لدفع بعض اللاجئين إلى جزر نائية حتى يعني يخففوا من وطأة المشكلة في الرقعة الجغرافية التي يتواجدون فيها. فالمشكلة بدأت يعني تستفحل يعني وما مرور الأيام يعني ربما نشهد ماساة يعني نقص الغذاء والانتشار الأمراض وعدم اهتمام المجتمع الدولي بالموضوع يعني كما كان في السابق. نعم. رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان عزيز عبد المجيد الأركاني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.